يتقدم الرياضي إسكندر جميل عثماني، وهو الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في اختصاص سباق 100 متر وسباق 400 متر T13. أصيل ولاية قسنطينة، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية، كما يحظى مدربه السيد أحمد ماهور باشا هو الآخر بمكافأة مالية. أخلاق الرياضيين جعلت من الرياضي يستأذن السيد رئيس الجمهورية في توشيحه ميدالية من ميداليتيه. تتقدم الرياضية نسيمة صيفي، هي الحاصلة على ميداليتين ذهبية وبرونزية في اختصاص رمي القرص ورمي الجلة F57 مع تسجيل رقم قياسي بارالمبي. أصيلة ولاية ميلا، تحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية، كما يحظى مدربها السيد حسين سعدون بمكافأة مالية هو الآخر. تتقدم الرياضية صفية جلال، وهي الحاصلة على ميدالية ذهبية في اختصاص رمي الجلة F57 مع تسجيل رقم قياسي بارالمبي. أصيلة ولاية باتنا، تحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية نظيرة حصولها على ميدالية ذهبية في اختصاص رمي الجلة F57 مع تسجيل رقم قياسي بارالمبي. كما يحظى مدربها السيد شريف بن موسى بمكافأة مالية هو الآخر. يتقدم الرياضي عبد القادر أبو عامر، وهو الحاصل على ميدالية ذهبية في اختصاص الجيدو لأقل من 60 كيلوغرام فئة G1. أصيل ولاية بومرداس، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى مدربته السيدة مونيا كركار بمكافأة مالية هي الأخرى. يتقدم الرياضي إسحاق ولد قويدر، إسحاق ولد قويدر أصيل ولاية بليدة، تحصل على ميدالية برونزية في اختصاص الجيدو لأقل من 60 كيلوغرام فئة G2. يحظى بدوره بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية نظير إنجازه باستحقاق البرونزية في اختصاص الجيدو، والذي أشرفت على ترتيبه السيدة مونيا كركار. يتقدم الرياضي إبراهيم قندوز، أصيل ولاية عنبة، هو الحاصل على ميدالية ذهبية في اختصاص سباق 200 متر كانوي كاياك KL3. يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية نظير إنجازه، كما يحظى مدربه السيد عبد الملك عزوان بمكافأة مالية هو الآخر. تتقدم الرياضية ليندا حمري، وقد تحصلت على ميدالية برونزية في اختصاص القفز الطويل T12، أصيلة الجزائر العاصمة، تحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد يوسف رضوان بمكافأة مالية هو الآخر. يتقدم الرياضي أحمد مهيذب، أصيل الميلية، تحصل على ميدالية برونزية في اختصاص رمي الصولجان F32. يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربه السيد جمع مراحي بمكافأة مالية هو الآخر. يتقدم الرياضي حسين بطير، أصيل ولاية معسكر، هو الحاصل على ميدالية برونزية في اختصاص الحمل بالقوة فئة 65 كيلوغرام، حيث تمكن من رفع وزن 209 كيلوغرام. يحظى حسين بطير بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربه السيد محمد بن عطا بمكافأة مالية هو الآخر.